الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من صاحب الألفية؟ شيخ عبد الله تقرب عندنا، معك الألفية؟ يلا توكل. وقفنا أظن عند إيش؟ وتسحرن البيت 46 بعد 500. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف حفظه الله: وتسحرن وحبذا تأخيره بقراءة الخمسين قبل أذاني. الخمسين قبل أذاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. هذا البيت يتكلم عن سنة مؤكدة من سنن الصيام، وهي السحور. والسحور بفتح السين المشددة هو الطعام الذي تأكله، والسحور هو فعلك، يعني هو رفع اللقم إلى فمك. وقد أجمع عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية السحور للصائم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأهميته، فقال في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا تسحر فإنه يفصل صيامه عن صيام أهل الكتاب، لأنهم لا يتسحرون عادة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإن قلت: وما المشروع فيه؟ فأقول: المشروع فيه التأخير جدا، حتى يكون الفراغ منه قبيل الفجر بخمسين آية. وإذا سمعتم العلماء يقولون قدر خمسين آية، أي من آيات المفصل الصغيرة على كلمتين أو ثلاث. والمفصل أنتم تعرفون أنه يبدأ من قاف، فإذا قرأ الإنسان خمسين آية فهذا المقدار هو المقدار الذي كان بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحوره وقيامه إلى صلاة الفجر، يعني بما يعادل 10 دقائق أو أقل. فإن قلت: وما دليلك على استحباب التأخير؟ فأقول: الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث قتادة رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. قال قتادة: فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ انتبه لقوله ودخولهما في الصلاة، أي ليس للأذان وإنما ودخولهما في الصلاة. قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية هذه الأمة بأمرين: بتعجيل الفطر وتأخير السحر وتأخير السحور، كما في الحديث المعروف لديكم: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أو قال: ما عجلوا السحور وأخروا الفطرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وما الأفضل فيما يتسحر عليه؟ فنقول: يتسحر على ما تيسر ولو شربة ماء. وكلما كان السحور متأخرا كلما كان أعظم بركة، وأدخل في تحقيق مقصود الشارع من تخفيف الصيام وتيسيره على الإنسان. نعم، أحسن الله إليك. عجل فطورك وليكن رطبا وكن
لهجا بدعوة ربك الرحمن. وهذه سنة أخرى وهي قوله عجل فطورك، وهذه السنة لا أعلم فيها خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ففي سنن أبي داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي قال في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله وليكن رطبا، وهذه سنة ثالثة أنه يستحب للإنسان إذا أفطر أن يفطر على رطب إذا وجد، فإن لم يجد رطبا فعلى تمر، فإن لم يجد لا رطبا ولا تمرا فيحسو حسوات من ماء، لحديث سليمان المعروف لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإفطار على الرطب، قال فإن لم يجد فعلى تمر، قال فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. ثم قال وكن لهجا بدعوة ربك الرحمن، وهذه سنة رابعة وهي استحباب الدعاء عند الفطر. والحديث الوارد في هذه المسألة بخصوصها فيه شيء من الضعف، ولكن قد يقال به في فضائل الأعمال لخفة ضعفه، وإلا فإن دعوة الصائم في أول النهار وفي أوسطه وفي آخره وعند فطره كلها من الدعوة التي ترجى إجابتها، ولكن أرجى الأوقات التي ينبغي الحرص عليها عند الفطر، فللصائم دعوة عند فطره لا ترد كما في الحديث المذكور آنفا. نعم. وكن الجواد بخيره مستكثرا ومدارسا للآي من قرآن. قوله وكن الجواد بخيره مستكثرا، هذه من سنن الصائم، وهي أنه يستحب للإنسان في حال صيامه أن يكثر من الصدقات وأن يكون أسرع وأكثر بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. وقوله ومدارسا للآي من قرآن، يعني ينبغي للصائم أن يجعل للقرآن أعظم أوقاته في رمضان في حال صيامه، فإن الاستكثار من مدارسة القرآن في رمضان سنة وقد تكاد أن تكون مهجورة، إنما الناس يكتفون بالقراءة للمدارسة، والمتدارسون للقرآن في رمضان قليل. فإن قلت وما برهانك على هاتين السنتين، فنقول البرهان فيهما ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون جودا في رمضان، وإنه لأكثر جودا بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على استغلال وقته في الاستكثار من الخيرات من أنواع البر والصدقات والإحسان وفي قراءة القرآن وتدارسه مع جبريل، حتى إنه في العام الذي قبض فيه رسول الله دارسه القرآن مرتين. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى بيان الأيام التي يستحب صيامها من العام فقال ويسن صوم الست من شوالنا سردا تباعا أو على الوحدان. هذه أول أيام يستحب صيامها من العام، وهي صيام الست من شوال، وفيها فروع. الأول إن قلت ما برهان استحبابها، فأقول الجواب روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه أو قال فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثاني إن قلت وما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها، وما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها، فأقول لقد بين النص جملا من الشروط. الشرط الأول قوله من صام رمضان،
وهذا يختلف عن قولنا صام بعض رمضان، فالحديث قال من صام رمضان، فيدخل في ذلك من صامه أداء بمعنى أنه لم يفطر في شيء من أيامه، أو أفطر بعض أيامه ثم بادر بقضائها قبل انخلاع شوال، فإن من صام أيام القضاء يصدق عليه هذا الشرط الأول، وهو أنه صام رمضان أي أداء أو قضاء. وبناء على ذلك فلو شرع في صيام أيام الست وبقي عليه شيء من أيام رمضان فيكون الشرط الأول قد تخلف، لأنه صام بعض رمضان ولم يصم رمضان. والمتقرر في قواعد الأصول أن فوات الشرط موجب لفوات المشروط. الشرط الثاني قال ثم أتبعه ستا أي ستة أيام، وبناء على ذلك فلو أنه اقتصر على يومين أو ثلاثة أو أربع أو خمس فإنه لا يترتب له هذا الأجر لفوات شرط الست منه. الشرط الثالث قوله من شوال، من شوال أي أنه لا بد أن تقع هذه الأيام الست في شهر شوال، بمعنى أنه لو صام ستة أيام في غير شهر شوال فإنه لا يترتب له هذا الأجر في أصح قولي أهل العلم. وأما من قال بأن الحسنة بعشر أمثالها فلو أنه صام ستة أيام من ذي القعدة أو من ذي الحجة لأجزأ ذلك بناء على هذا التعليل، فأنا أرى والله أعلم أنه تعطيل لهذا القيد، والأصل في الكلام إعماله، والأصل في القيد وجود مخالفته أن يكون له مفهوم مخالفة، فقوله من شوال يفهم منه أنه لو صام الست من غير شوال لما ترتب له هذا الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسعة على الناس كثيرا، فلو أن فضيلة هذه الست توجد في غير شوال والناس قد تعبوا من الصيام ويحتاجون إلى فترة من الراحة لقال ثم أتبعه ستا من السنة حتى يكون في ذلك توسعة على الناس، لأن الإطلاق أوسع تكليفا من التقييد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا التوسعة ولا التضييق؟ التوسعة، فلم ينتقل من المراد الشرعي الذي هو التوسعة إلى التضييق الذي هو شوال إلا لحكمة شرعية، وهي كون الفضل لا يتحقق بصيام هذه الست إلا إذا كانت في شوال، فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فصامها بعد صيام رمضان كاملا أداء أو قضاء وكانت ستة أيام وأوقع صيامها في شوال فإنه الذي يثبت له قوله كان كصيام إيش؟ كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. ومن الفروع إن قلت وكيف ترد على من قال من أهل العلم بكراهية صيامها خوفا من اعتقاد فرضيتها أو أن صيامها تابع لرمضان فرضا، فنقول إن هذا محض اجتهاد وليسوا بأحرص على الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يجتهد الإنسان في مورد النص، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، وأن كل رأي صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. ومن الفروع إن قلت وهل لا بد من تتابعها أم يثبت أجرها ولو مفردة؟ فنقول الأفضل أن تكون متتابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، ثم أتبعه، والتتابع إذا كان سردا يكون أدخل في تحقيق المتابعة، ولكن لو أنه فردها فصام يوما وأفطر يومين ثم صام يوما وأفطر يومين أو نحو ذلك فإنه يثبت له الأجر للإطلاق في قوله ثم أتبعه ستا من شوال، فحيث ما صام هذه الأيام الستة فإن ذلك مثبت له الأجر إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل. ومن الفروع إن قلت إن من المعلوم أن الناس تكثر عزائمهم في أيام العيد، فهل الأفضل أن نرجح مصلحة الصيام إتماماً أو مصلحة الإفطار تأليفاً؟
فهل نرجح مصلحة الصيام أو مصلحة الإفطار؟ الجواب: لا جرم أن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان فهناك جمل من المرجحات التي تجعلنا نرجح إحداهما على الأخرى، أليس كذلك؟ طيب، من جملة المرجحات أن تكون إحداهما كبرى والأخرى صغرى، فتأتينا قاعدة إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وأيهما أعظم مصلحة، مصلحة التأليف أو مصلحة الصيام؟ التأليف مصلحته أعظم. ومن موجبات ترجيح المصلحتين أن تكون إحداهما تفوت والأخرى لا تفوت، فلو أنك فوتت صيام هذه الأيام التي تتبع يوم العيد بأيام لا تتجاوز 3 أو 4 هي التي تكثر فيها عزائم والعزائم والولائم، ليس كذلك؟ فإنك لو فوتها فإنك تفوتها إلى إيش؟ إلى بدل، إذ الشهر لا تزال أيامه باقية. لكنك إن فوتت الاجتماع مع أقاربك وأحبابك لزيادة الألفة والسلام عليهم وتلمس أحوال محتاجهم وتفقدهم فإن هذه مصلحة تفوت، بل إن من عوائلنا وأقاربنا من لا نراهم في العام إلا أيام العيد غالبا، فلا ينبغي أن يفوت الإنسان على نفسه هذه المصلحة العظيمة من أجل التي تفوت من أجل مصلحة لا تفوت. فإن المتقرر عند العلماء أن مراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل. ومن موجبات ترجيح إحدى المصلحتين أن تكون إحداهما عامة والأخرى خاصة، فإذا تعارض مصلحتان إحداهما عامة والأخرى خاصة فلا جرم أننا نرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أليس كذلك؟ طيب، مصلحة التأليف عامة للمجتمع الإسلامي كله، وأما مصلحة صيامك أنت بعينك فهي مصلحة قاصرة عليك. فلهذه الأوجه الثلاثة والأصول الثلاثة ماذا نقول؟ التأخير في هذه الحالة أولى. لهذه الأصول الثلاثة نقول التأخير أولى. أي أصول ثلاثة؟ التأليف إلى غير بدل مصلحة، وأنت تصيغها على طريقة قواعد. ومن الفروع إن قلت: وما الحكم فيما لو لم أنشئ نية صيام الست إلا من النهار، أفيحسب لي أجر صيامها كاملا؟ فنقول: المتقرر عند العلماء أن الصحة لا تستلزم الثواب، أن الصحة لا تستلزم الثواب، فقد يكون الفعل صحيحا ولا ثواب لك فيه أصلا، وقد يكون صحيحا ولك فيه ربع ثوابه أو نصف ثوابه أو كل ثوابه، فإذا ليس كل شيء صح يكون مستلزما للثواب. وبناء على ذلك فأما أصل صيام هذا اليوم الذي أنشأت نيته من النهار إذا لم يتقدم مفسد فلا جرم أنه موصوف بأنه صحيح، ولكن هل يثبت الأجر فيه كاملا؟ الجواب: لا، فليس أجر من أنشأ النية من الليل واستوفى كل أجزاء اليوم بنية صيام الست كالذي لم ينشئ نية صيام الست إلا في أثناء النهار ولو في يوم واحد، فلا جرم أن الأجر بينهما متفاوت، وإن كان صيام كل منهما في الأيام الستة أو في الأيام الست صحيحا. نعم. وصيام يوم التسع من ذي حجة وصيام عاشوراء بالبرهان. نعم، قوله: وصيام يوم التسع من ذي حجة، هذه لا أعلم فيها حديثا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام العشر من ذي الحجة لا يصح، وأنتم تعرفون أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ليس كذلك؟ وحيث لا دليل فلا نقول بالاستحباب، لكن العلماء تجاوزوا عن الدليل الخاص وأدخلوا استحباب الصيام في الدليل العام، وهو حديث ابن عباس: ما من أيام العمل
انتبه لكلمة العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأدخل استحباب الصوم في عموم قوله العمل الصالح، لأنه مفرد دخلت عليه الألف واللام فتفيده الاستغراق. ولكن إذا قلنا بدخوله تحت دائرة الدليل العام فينبغي أن يكون استحبابه مستوياً مع استحباب إيش؟ بقية الأعمال. فلا يجوز لنا أن نزيد الصوم باستحباب خاص إلا وعلى ذلك الزيادة دليل خاص، فنقول إذن هو مستحب كما يستحب كثرة الذكر وكثرة التسبيح وكثرة الصدقة وكثرة البقاء في المسجد وكثرة الإحسان في كافة أبواب الخير، من غير تخصيص للصيام من غيره بدليل خاص إلا إذا جاءنا دليل خاص. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤخر قضاء رمضان إن كان عليه قضاء حتى يصومه في هذه الأيام التسع. إذن دليل استحبابها عام لا خاص. ثم قال وصيام عاشوراء بالبرهان. أنا أرى أننا نترك هذا لأن عاشوراء فيه أحاديث يقرب أن تكون فيها شيء من التعارض في الظاهر، وقد اتخذها بعض من لا خلاق له في العلم والدين ولا في الأدب والأخلاق سبة على السنة وعارضوا بها الواقع، وقد أدرجت هذا الفرع من جملة رسالتي، لا يتعارض نص صحيح مع واقع صريح. ولعلي إن شاء الله آتي لكم بخلاصة البحث في يوم عاشوراء وأحاديثي وكيفية الجمع بين الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.